ساكنه في الدوار الزمر جامعه التمنار. المشكله سيدي هي هذه الطريقه دي طلع عليا الحكم ديال البقعات الارضيه وسد لي الطريق. انا ما علاقه على الطريق هذا اللي كيقول لك على هذا على هذا العقار اللي كيقول لك هو حكم طلع عليا الحكم. انا وارث صغير، انا وارث صغير ما خصوش هو يستدعى لي انا على الملك وطلع عليا الحكم وعطاني القاضي 4 شهور نافذا اللي عطى لي في هذا الحكم هذا وعطى ودار لي 2 مليون ديال الاختيار على ود الطريق هذه. الطريق راه حنا وصلنا لقينا الطريق هنا وهذا النادر هذا راه لقيتو الارض ديالو هو هنا ماشي ارض ديالو هذا الطريق هذا. هاد الطريق هادي ماشي ارضه. الا جات اسيدي من المحكمه راه تحكمات ليه بقعات الارضيه ما عندوش الطريق والنادر في الحكم ونفذ ليا الحكم. هادشي اللي وقع علينا هنا وتحكم عليا القاضي ب 4 شهور نافذا وجوج المليون ديال الاختيار على ود هاد البقعات الارضيه اللي كيقول هو. كنطلب هادشي اللي كنطلب هاد الناس هادو. حنا كنقولوا الطريق والنادر، هو كيقول بقعات الارضيه وتحكمات ليه بقعات الارضيه. ها هي بقعات الارضيه ديالو تحكمات ليه. واني جا الجندرم اللي جا سد ليا الطريق ديال دي وقفين هنا واعتقلوني في الابريكاد وديوني للمحكمه وجاب الله خرجت من قال لي غادي يهجم ليه التنفيذ ديالو. انا ما هاجمتش التنفيذ على الناس راه كان غادي يهجموا هذا الطريق الا دايزينه هما هاجمين التنفيذ. حنا راه ديما كندوزو في هاد الطريق هادي ديما كندوزو في هاد الطريق عقلنا حنا هاد الطريق كندوزو فيه وقالوا لي غادي يدير هجم دي الطريق على هاد الطريق فيه شي هجمه ولا شي حاجه وعلاش القاضي حكم عليا انا ب 4 شهور نافذا وجوج المليون ديال الغرامه. هنا فين ساكن؟ دوار الزونط جماعه تمنار. المشكل ديالي هو الطريق سدات ليا وانا 65 سنه هادي عايش في هاد البلاد ما عمرني شفت هاد المنظر هذا. هذا انتقام كثير على هاد بنان انتقم عليا سد عليا الطريق وسابي دابا الى بيجو عندي فين غيدخلوا؟ الى ما وزيروا بناتي فين غيدخلوا ليا لهاد الدار؟ منين غيجيني شي عتيق انايا؟ والماء مقطوع عليا اش غندير؟ اش غندير مع هاد بنان؟ مع هاد بنان من ما عرفت سميتو سد عليا الطرق وداري علي الحصار فين ما مشيت في الخدمه اي حاجه دير فيها الحصار هاد الانسان هذا. انا الاسره ديالتي هذه الاسره الضائعه هاد الانسان خرج علينا وكلنا عليه الله. الطريق ديالتي هي هادي دابا كتشوفوها هي هادي قدامي دابا مشات حتى للدار مشى الدري دعاه وباه ما تعرفو والو ما تعرفو لا جوحي لا مدني لا حتى حاجه. مشى دعاهم حتى داير عليهم الحكم ديال الجوحي هو عنده حكم ديالو. لي جندرم هما اللي سدوا هاد الطريق هما اللي هو عندي بقعه ارضيه هنايا ما سولتيش انا على البقعه الارضيه. الارض راه ديالتو ما سولتيش انا على الارض سولتو على الطريق اللي مسدوده ديال الغابه فين غندور الى الملك ديالي غير هنا دابا. الى بيت نمشي لي خصني ندور على 6 الكيلومتر عاد نوصلو وهاد الطريق هادي راه بعيده في السنين. انا عقلتها انا عندي 65 سنه في العمر ديالي عقلت هاد الطريق هنايا